من برلين إلى واشنطن يحمل المستشار الألماني أولاف شولتز معه ملفات باتت تؤرق ألمانيا، على رأسها المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومعه طيف عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض نهاية العام. طوال يومين يمضيهما شولتز في واشنطن، يلتقي فيهما الرئيس جو بايدن وأعضاء من الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. سيكون ملف أوكرانيا الموضوع المحوري. مصادر مقربة من شولتز قالت بأنه سيذكر الأمريكيين بحجم المساعدات الألمانية لأوكرانيا، ويشدد على ضرورة استمرار المساعدات الأمريكية، فألمانيا هي ثاني أكبر داعم عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد تعهدت هذا العام بسبعة مليارات يورو جديدة تضاف إلى مساعدات سابقة تصل قيمتها إلى قرابة 30 مليار يورو. ورغم أن تردد الكونغرس في الموافقة على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا يؤرق ألمانيا، فإن شولتز واثق من استمرار هذا الدعم الأمريكي بحسب ما قال. ومع ذلك فقد قالت مصادر مقربة منه بأن ألمانيا لا تبالغ بتقدير تأثيرها في واشنطن، ولكنها مع ذلك لا تفهم سبب تغير الموقف الأمريكي الآن. في كل الأحوال يراهن الألمان على إكمال المشاورات التي سيبدأها شولتز في واشنطن هنا في ميونخ الأسبوع المقبل خلال مؤتمر الأمن الذي سيحضره وفد كبير من الكونغرس، إضافة إلى شولتز وعلى الأرجح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي الذي سيحضر هذا العام شخصياً.